كاميرا دول. كل الأسر والمجموعات هتتحرك من الصبح في اتجاه الاتحادية، وكتائب الإخوان والشباب المدرب هيتحركوا هم كمان من أجل السيطرة وأسر البلطجية والمخربين. طبعا هؤلاء هيحتاجوا تحقيق معهم، أنا هتولى المسؤولية بنفسي مع الأخ أيمن هدهد والأخ أحمد عبد العاطي. جميع وسائل الإعلام التابعة لينا هتغطي الموضوع تغطية كاملة، لأن المظاهرات دي هتكون رد على اعتداء الفلول ورجال مبارك والبلطجية على أصل الاتحادية والشرعية. أنا شايف إننا ننسق مع السلفيين عشان يشاركوا معانا في المظاهرات. والله الطرف الآخر اختبر صبرنا من فيه الكفاية، جه الوقت بقى إنه يشوف بأسنا وإصرارنا ويجنوا ثمار ما فعلوا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كنا بنقول يا باشمهندس خيبر، ثواني يا دكتور، معلش 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 يا باشمهندس. ايوه طيب ادينا 10 دقايق، ادينا 10 دقايق قلنا بقى. ماشي يلا، في امان الله، مع السلامه. الاخوه سيطروا على حبيبي. بص قلنا ايه؟ معلش يا دكتور. اتفضل. الاخوه سيطروا على محيط الاتحاديه، بس لسه في مظاهرات بتتحرك من اكتر من مكان ورايحين عليهم. طيب شكرا. معلش معلش يا دكتور. اتفضل. كنت بقول لك يا باشمهندس خيرت، انا اكدت على الدكتور عصام يطلع في التلفزيون ويوضح الموقف، انما بالطريقه دي الاعلام هيتهمنا باشعال الاقتتال الداخلي بين المصريين وهيتهمونا بالعنف. طب وما ما تخليهم يقولوا كده، امال هي الرساله هتوصل ازاي يا دكتور؟ احنا مش هنتحرك من قدام الاتحاديه الا ما نقبض على كل المخربين والبلطجيه اللي بتمولهم المعارضه علشان يوقعوا البلد. هي دي الرسالة يا دكتور، هي دي الرسالة. والمرة دي مهاش الناس العادية، لا ده الكل اللي شايفين نفسهم مسؤولين عن الأمن في مصر، إن كانوا جيش ولا شرطة، إحنا قادرين على تنفيذ القانون بإيدينا. المرة دي بقى مع الشيوعيين والليبراليين، بعد كده مع أي حد، أي حد. وعلى فكرة اللي هما شايفينه دلوقتي ده نقطة في بحر من اللي هيشوفوه النهارده بالليل.